استشهد 92 مواطنا فلسطينيا وأصيب 123 آخرون في مجازر صهيونية ارتكبها جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وأن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال عددا من المنازل في النصيرات والبريج ودير البلح وسط قطاع غزة. استشهد أكثر من 120 شهيدا وأكثر من 180 جريحا في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي عنيف استهدف جميع أنحاء القطاع، خاصة مدينة رفح ومناطق وسط القطاع، حيث شهدت تلك المناطق قصفا متواصلا ومركزا، كما ونسفت طائرات الاحتلال مربعات سكنية جديدة في خان يونس، فيما واصل الأهالي النزوح من مكان لآخر هربا من القصف والموت المحقق. قاعدين ما استفقت إلا الدنيا صارت سودة، بعرفش إيش فيه، وزي حلم يعني، الواحد كان نايم ولا بيحلم ولا إيشي. صرت أجري أدور على أولادي، أدور على جيراني، أدور على، فكرت أنا ما توقعتش إن الضربة تكون لابن عمي بالشكل هذا، يعني فظيع. الحارة كلياتها زي ما أنت شايف، يعني تطلع كيف حواليك تأثرت. لقينا 17 شهيد في المنطقة هنا، والإصابات تقريبا 10 غير 20 أو 25 في الموجودين لحتى الآن مش عارفين وين. أشلاء زي ما أنت شايف يعني على الأرض، هي موجودين، وهي الكباش والدفاع المدني من امبارح لليوم بيحفر مش لاقين ولا شيء تحت الركام. وتزامنا مع ذلك، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرار محاصرة مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل مع تواصل ارتفاع أعداد الشهداء، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 36 ألف شهيد ومفقود وأكثر من 60 ألف مصاب، بينهم نحو 11 ألف إصاباتهم تستدعي نقلهم إلى الخارج لاستكمال العلاج منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية. تبقى فقط 3 مستشفيات هي في جنوب قطاع غزة، وبالتالي لا تستطيع تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 1,500,000 نسمة يعيشون في منطقة خان يونس ومنطقة رفح. وبالتالي نطالب كافة دول العالم بضرورة التدخل أولا لوقف العدوان عن قطاع غزة، ثانيا بتوفير الفرق الطبية والمستشفيات المدنية والسماح للطواقم الطبية بإتمام عملها في مستشفيات قطاع غزة. انعدام مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة هي العنوان العريض، حيث يعيش السكان على شفا مجاعة عقب شح الإمدادات الغذائية والوقود والدواء وانتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف النازحين في مراكز الإيواء. حياة النازحين صعبة ومؤلمة، بل تشتد وتتفاقم مع استمرار أمد الحرب الإسرائيلية بغزة، حتى غابت معها أدى مقومات الحياة الإنسانية. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، من أمام مخيمات اللجوء والنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة فلسطين.